السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت أو عرفنا إزاي في المحاضرة اللي فاتت نكريت أكاونت على أوراكل كلاود. اتكلمنا برضو عن الانفراستراكشر، عرفنا إزاي نكريت فيرتشوال ماشين أز سيرفيس أو أز سيرفر. اتعرفنا يعني على الانفراستراكشر، على النتورك، وقلنا طبعا لازم تعمل سيت اب للنتورك اللي انت هتشتغل عليها. بعد كده بتكريت السيرفرز اللي انت محتاجها. بعد كده لو محتاج ستورج او بتعلي الستورج او بتقللها على حسب ما انت محتاج، بتسيت اب طبعا في الاول الايه النتورك اللي انت ايه شغال عليها، سواء بقى تستخدم الاوبريتنج سيستم اللي انت ايه اللي انت محتاجه، سواء هتستخدم لينكس او هتستخدم ويندوز. هو طبعا الكلاود بيوفر لك الايه بيوفر لك الاوبريتنج سيستم اللي انت هتشتغل عليه، بالاضافه للانفراستراكشر كنتورك وكسيرفرات وكستورج وكل اللي انت محتاجه في الايه في الانفراستراكشر. وبيحاسبك بس على حسب الايه على حسب الامكانيات او على حسب السيرفيس اللي انت مستخدمه. ده بالنسبه للاياس او الانفراستراكشر از سيرفيس. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الباس او البلاتفورم از سيرفيس، وده حاجه خاصه بالايه بالديفلوبرز. عندنا من الحاجات المهمه في الباس الداتابيز، داتابيز كلاود سيرفيس، تمام، والابلكيشن سيرفر او الجافا كلاود سيرفيس، من الحاجات المهمه او الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله. طيب خلينا النهارده نبص على الجزئيه بتاعه الايه بتاعه الباس. بس قبل ما نبدا هنا بيقول لك هو ايه اصلا البلاتفورم از سيرفيس. البلاتفورم از سيرفيس قال لك ان انت بتكريت انستنس بري كونفيجرد، يعني معمول له كونفيجريشن، مش محتاج ان انت تعمل كونفيجريشنز كتير على الايه على الانستنس اللي انت هتشتغل عليه او التول اللي انت هتشتغل عليه. هي بري كونفيجرد، ما انتش محتاج تسطب حاجة عندك. هو كل الموضوع زي ما احنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت واحنا بنكريت فيرتشوال ماشين، كل الموضوع ان انت بتمشي ويزرد، بتدخل بيانات الايه الانستنس اللي انت محتاجها وبتمشي ويزرد، وهو بيكريت لك ويسطب لك، يحجز لك السيرفر ويسطب لك الايه الحاجة اللي انت محتاج تسطبها، تمام. بتعمل على طول ديبلوي، مش محتاج يعني سكيلز عاليه في الادمنستريشنز عشان تعمل ديبلوي. لا هو خلاص يعني طالما انت مش محتاج كونفيجريشنز كتير فمش محتاج سكيلز عاليه في الايه في الديبلويمنت او في الادمنستريشن. طيب خلينا نرجع كده للاكونت بتاعنا. طبعا هندخل على موقع اوراكل، ممكن تقول له يعني ممكن تدخل على الكلاود على طول. طيب قلنا طبعا احنا معانا اكاونت، فانت بتدخل على الكلاود اكاونت من هنا، بتكتب اسم الدومين بتاعك او اسم الاكاونت. طبعا ده عشان اكاونت شركة، فانا ده اسم الاكاونت، وتقول له نيكست، وبعدين بتدخل اليوزر نيم والباسورد بتوعك. او انا عشان انا كنت عامل لوجن فهو على طول عمل لوجن على طول. طيب شفنا المرة اللي فاتت ازاي نكريت VM Instance. طيب عايزين نبص نشوف النهاردة ان شاء الله ازاي نكريت Database او Oracle Database Cloud Service. طيب في Oracle بيوفر لك اكتر من نوع من ال Database، تمام. لو جيت هنا هتبص هنا بيوفر لك Database System، يعني بيوفر لك ان انت تكريت انستنس من الداتابيز ويكريت لك في ام اي يسطب عليها الداتابيز وتبدا انت تشتغل عليها على طول. وبيوفر لك حاجه اسمها اوتونومس داتا وير هاوس، وبيوفر لك حاجه تانية اسمها اوتونومس ترانزاكشن بروسيسنج. ده الانواع الداتابيز او ثلاث انواع من الداتابيز اللي هو شغال عليها، بالاضافه في نوع تاني كلاسيك كان هم شغالين عليه، بس يعني تقريبا في الفترة دي بيحاولوا ان هم يوقفوا الجزء بتاع الكلاسيك. كلاسيك داتابيز، طيب كلاسيك داتابيز هي نفس النظام بتاع
البير ميتل ده او الفي ام هو نفس النوع ده يعني، مش اوتونوموس داتابيز. طيب خلينا نبص الاول على الكلاسيك داتابيز. لو هنا كده جينا في الكلاسيك، هنا بيقول لك في حاجه اسمها عندي كلاسيك داتابيز كلاسيك، تمام. طيب هيبدأ يفتح معايا بحيث ان احنا نكريت انستنس من الداتابيز. احنا قلنا طبعا الكلاود ان هو بري كونفيجرد، مش محتاج ان انت ايه تسطب حاجه عندك كده، لا كل الموضوع انت بتدخل بس مجموعه بارامترز بتقول له كرييت انستنس. هو انا طبعا فتح لك على الانستنس اللي عندك اللي شغاله، وعامل لك سامري كده للستورج والانستنس اللي عندك والميموري. بتقول له هنا طبعا انت عندك ممكن ما يكونش في حاجه لسه متكريته، فانت بتقول له كرييت ايه، كرييت انستنس. بيدخلك في ويزرد بالشكل ده، بتدخل بيانات الانستنس اللي انت محتاجه، الريليز بتاع الداتابيز، اسم الداتابيز، سوفت وير اديشن، محتاجه انتربرايز اديشن، هاي بيرفورمانس، ولا محتاجه ستاندرد اديشن. طيب خلينا كده ندخل مع بعض، هنقول له مثلا تيست داتابيز. ندخل بقى الديسكريبشن، هنا الايميل اللي بيبعت لك عليه النوتيفيكيشن على حسب الايميل بتاعك. طيب الريجون او الداتا سنتر اللي هو هيسطب لك عليها الايه الداتابيز بتاعتك. بعد كده بتختار الافيلابل دومين على حسب ده، طبعا على حسب النتورك اللي انت ايه عامل لها سيت اب، تمام. بتحتاج برضو السب نت او النتورك اللي انت ايه مسطب عليها، وتختار اللايسنس، وبتختار الداتابيز ريليز، خلينا مثلا 11. طيب الستاندرد خلينا ستاندرد اديشن. الطيب من الداتابيز محتاج مثلا سنجل انستنس من الداتابيز، خلينا اقول له نيكست. طيب بعد ما عملت نيكست بالشكل ده، قال لي الداتابيز نيم ايه، اسميها باي ديفولت او ار سي ال. اقول له مفيش مشكله خليها او ار سي ال. بتدي له الادمن باسورد وتكونفيرم الايه الباسورد بتاعك، تمام. تاني حاجه بتدي له الاستورج بتاع الداتابيز اللي عندك، محتاج ستورج قد ايه. بعد كده بتدي له امكانيات السيرفر اللي هيسطب لك عليه الايه عليه الداتابيز. فهنا بتختار السيرفر اللي هيسطب لك عليها الداتابيز. هنقول له مثلا محتاج 1 سي بي يو، بس خلي بالك يعني هنا في الستاندرد 1 تمام، وفي الستاندرد 2، يعني خليك في الستاندرد 2 لان طبعا الستاندرد 1 انا يعني حاولت ان انا اجربها قبل كده فلقيت كان بيحصل فيها مشاكل. طيب ستاندرد 2. وبعد كده بتعمل داونلود للاس اس اتش بابليك كي، بحيث لو انت حبيت تكونكت على الفيرتشوال ماشين دي بتبدأ تكونكت من خلال الايه الاس اس اتش. تقول له edit، و ممكن انت تدخل لو انت عامله عندك، ممكن انت ان انت تدخله تختاره وتدخله. لو محتاج هو generate فبتقول له create new SSA new key، وبتقول له enter. تقول له download الايه الكي ده، تحتفظ بيه عندك طبعا عشان بعد كده هتقدر تكونكت من خلاله على الايه على الماشين دي. داونلود. طيب ضن ده كده خلاص. طيب هنا بيقول لك لو انت عندك، لو انت محتاج تعمل باك اب للداتابيس، فانت محتاج تعرفه على الاستورج اللي انت هتعمل عليها ايه اللي انت هتعمل عليها باك اب. الاستورج دي طبعا حاجه تانية غير الداتابيز، فبتدي له فوت تدي له الكونتينر بتاع الاستورج، وتدي له اليوزر نيم والباسورد بتاع الايه الكونتينر. ممكن تقول له ايه كلاود اونلي،
او ممكن تقول له نان، بحيث ان هو لو انت مش محتاج باك اب. طبعا الجزئيه دي جزئيه الباك اب في الداتابيز اتهندلت في الجزئيه التانية بتاعت اللي هو ايه النيو داتابيز، ان هو يعمل لك باك اب يعني اوتوماتيك، مش محتاج ان انت تروح تدي له كونتين كريت كونتينر وتدي له اليو ار ال بتاع الكونتينر والباسورد، لا هو في الداتابيز التانية خلاص بيهندل لك الايه الجزئية دي. هتيجي هنا طبعا هتقول له ايه كرييت انستنس فروم، لا خلاص مفيش مشكلة، بتقول له طبعا بقى بتدخل الايه اليوزر نيم والباسورد وتقول له نيكست، بيطلع لك زي سامري كده من الحاجة اللي انت عملتها، ويبدأ يقوم معاك الانستنس اللي انت ايه اللي انت كريت. بعد ما بتكريت بيبدأ يظهر معاك في الليستة بالشكل ده، بتقدر ان انت بقى تعمل له ستارت وستوب. هو اول طبعا ما بتكريت بيحصل لها ستارت اوتوماتيك، بس بتاخد شوية وقت مثلا 10 دقايق او كده قبل ما تعمل ايه ما يحصل لها ستارت. طيب عندك مثلا داتابيز ستوبت الاستاتس بتاعتها ستوبت بالشكل ده، تمام، تقدر ان انت ايه تعمل لها ستارت او ستوب او ريستارت للداتابيز على حسب ما انت محتاج. طيب خلينا ندخل كده على داتابيز ستارتد، تمام. طيب دي بيانات الانستنس اللي انت داخل عليها بالشكل ده، في منيو هنا في الجنب، المنيو دي من خلالها تقدر تعمل ستارت وستوب للداتابيز، تقدر من خلالها تفتح السيكوال كونسول، السيكوال ديفلوبر ويب كونسول، تقدر تفتح الابيكس تشتغل عليها، تقدر تريستارت، تقدر تضيف ستورج. طبعا ما احنا كنا مثلا عاملين ستورج 50 جيجا، ممكن ان انت تعلي الايه الستورج على حسب ما انت محتاج. تقدر بقى ان انت تخش على السيرفر اللي انت مسطب عليه الايه الداتابيز. طبعا انت بتكريت الداتابيز، تمام، هو بيروح يكريت لك فيرتشوال ماشين ويسطب لك عليها الايه يسطب لك عليها الداتابيز، فبتبقى دي بيانات السيرفر بالشكل ده. تقدر ان انت بقى تكونكت على الداتابيز او السيرفر ده، طبعا بيبقى لينكس سيرفر، تقدر ان انت تكونكت عليه من خلال الايه من خلال ال SSH، تقدر تعمل له ستارت وستوب، وتقدر تعلي الايه الاستورج على حسب ما انت محتاج. طيب قلنا طبعا من مميزات الكلاود او البلاتفورم ان انت تقدر او ان هو الباتشات او الابديت بتاع الداتابيز بينزل لك اوتوماتيك، بحيث ان انت مش محتاج ان انت تشوف تروح تدور على الفيرجن بتاع الداتابيز وتروح تدور على الباتش بتاعه وتروح تنزل تداونلود الباتش وبعدين ترفعه على الداتابيز، لا هو هنا بيقول لك ان في ايه في افيلابل باتشز للداتابيز، فانت بتريفيو الباتش، تمام، تشوف هو بيحل مشاكل ايه بالظبط او بيابجريد ايه في الداتابيز، وممكن تعمل له بري تشيك وتقول له باتش بحيث ان هو يباتش الداتابيز الباتش ده على الداتابيز، تمام. ده بالنسبه لبيانات الانستنس بتاعت الايه الداتابيز. طيب طبعا وانت بتكريت بتكون انت اديته الكريدنشالز بتاعت الاسس يوزر، الباسورد اللي انت دخلته وانت بتكريت بتبقى دخلت الباسورد بتاع الايه بتاع السيس يوزر، عشان تقدر تكونكت على الداتابيز بالشكل ده ممكن تكونكت من خلال بقى اي تول عندك، ممكن تكونكت مثلا من خلال السيكوال ديفلوبر او التود او اي تول اللي انت بتكونكت بيها على الداتابيز. طيب فين الكريدنشال اللي انت هتكونكت عليها؟ اولا عندك انت محتاج كذا حاجه، محتاج الهوست نيم اللي هو الاي بي ده البابليك اي دي بتاع الداتابيز، محتاج حاجة اسمها الكونكشن سترينج ال SID او RCL، تمام. الكونكشن سترينج بتاخد او السيرفيس نيم ده كده يعني بالشكل ده كده السيرفيس ايه السيرفيس نيم، وده البورت بتاع الايه بتاع الداتابيز اللي هو 1521، وده السيرفيس نيم. خلينا كده نجرب، هتيجي على SQL ديفلوبر وتقول له نيو كونكشن، سمي الكونكشن ده مثلا كلاود، اليوزر نيم سيس،
الباسورد هنكتبه اي حاجة، هكونكت از سيس دي بي اي، ده السيرفيس نيم. دي السيرفيس نيم وده الاي بي. تمام. طيب المفروض بقى تديله الايه الباسورد بتاع الداتابيس، وهنقول له تيست، قال لك ايه سكسسفول بالشكل ده. فالكونكشنز زي ما قلنا الاي بي او البابليك اي دي اي بي بتاع الداتابيس، والبورت ممكن تقول له شو مور، والكونكشن سترينج اللي انت ايه محتاجه عشان تقدر تكونكت على الايه الداتابيس. طبعا انت عملت كونكشن على السيس ادمن، من خلال بقى السيس ادمن تقدر تكونكت تكريت بقى سكيما تانية وتحط عليها الداتا اللي انت محتاجها وتشتغل عليها، مفيش اي مشاكل. تمام، ده بالنسبة للكلاسيك داتابيس. طيب عندنا انواع تانية من الداتابيس زي ما قلنا، ممكن اللي هو الداتابيس سيستم. داتابيس سيستم نفس النظام، تقدر ان انت تكريت ايه، هي نفس الداتابيز التانية اللي احنا كريتناها اللي هي الكلاسيك داتابيز، بس هو ضاف لك شوية ايه فيتشرز فيها، وقال لك ان انت ايه سماها داتابيز سيستم. داتابيز سيستم بتكريت برضو الانستنس على حسب بقى النتورك اللي انت هتحط فيها الانستنس ده. تمام، وبتدي له اسم الايه الداتابيز، مش مشكلة، بتدي له الافيلابل دومين، بتدي له الطيب بتاع الفيرتشوال ماشين اللي انت هتنستول عليها، بتختار امكانيات الايه امكانيات السيرفر اللي انت هتنستول عليه الداتابيز. تمام، بتدي له بقى سواء نوع الداتابيز هتبقى ستاندرد اديشن او انتربرايز اديشن، ده الانفراستراكشر. طيب دي الاستورج، هو مديها لك باي ديفولت 256 تقدر تعليها. هنا بقى بتدي له الايه الاس اس اتش كي، تدي له اللايسنس، وبتختار بقى النتورك اللي انت ايه هتشتغل عليها اللي انت عامل لها بري كونفيجر، وبعدين بتخش على الداتابيز انفورميشن، تختار الفيرجن بتاع الداتابيز واليوزر والباسورد بنفس النظام، مفيش يعني مفيش اختلاف كبير. طيب خلينا نبص على الاوتونوموس داتابيز سريعا. في اوتونوموس داتا وير هاوس، وفي الترانزاكشن بروسيسنج. اوتونوموس داتابيز هو طبعا موفر لك في الاكونت الفري اكونت، تقدر ان انت تكريت اوتونوموس اللي هو اولويز فري، تقدر ان انت تكريت اوتونوموس داتابيز بامكانيات معينه على حسب ما هو ايه قايل لك. فبتقول له كرييت اوتونوموس داتابيز، ونفس النظام بتدي له بيانات الايه الداتابيز، وهنا بيتعلم على اولويز فري بحيث ان هو يعني حاجه بيديك طبعا امكانيات معينه اللي هو 1 سي بي يو، وبيديك اللي هو يعني حوالي 2 من 10 تيرا، يعني حوالي 20 جيجا. تمام، وبتديله اليوزر نيم والباسورد، طبعا اليوزر نيم ادمن ثابت، وبس بتديله الايه الباسورد بتاعه، وبتقول له كرييت، بيكريت معاك مفيش مشاكل. طيب انا عندي بس هنا داتابيز متكريته عشان الوقت، بتخش عليها على الداتابيز، بيدخلك على بيقولك طبعا الاستيتس بتاعتها هي افيلابل، يعني شغاله ولا مش شغاله، ممكن تعمل لها ستوب وستارت على حسب ما انت محتاج، ممكن تعلي امكانياتها، ممكن تغير الباسورد بتاع الايه الداتابيز. طيب خلينا نخش على السيرفيس كونسول، دي امكانيات الداتابيز بالشكل ده. السيرفيس كونسول هنا بيعمل لك اوفر فيو عن اليوزج بتاع الداتابيز والاكتيفيتي. خش بقى على في جزئيه مهمه اللي هي الادمنستريشن والديفلوبمنت.
الادمنستريشن هنا اول حاجه بيقول لك ان انت بتداونلود الكلاينت كريدنشالز واليت، بحيث ان انت لو عايز تكونكت من على السيكوال ديفلوبر او كده، عايز تسيت الادمن باسورد، تغير الباسورد بتاع الادمن، تبعت فيدباك. طيب في الديفلوبمنت من هنا بتقدر تخش على الابكس، تمام، بتدخل بقى الورك سبيس، الناس اللي شغاله ابيكس، واليوزر اللي هو الديفولت ادمن، والباسورد. طيب لو محتاج تكونكت من على السيكوال ديفلوبر ويب اللي هو موفره لك، بيفتح لك نيو تاب بالشكل ده، بتدخل برضو الايه اليوزر نيم والباسورد، انا عشان كنت عامل لوجن. طيب هو بيفتح لك ايه صفحة بالشكل ده اللي هو سيكوال ديفلوبر ويب، بتدي له اليوزر نيم والباسورد بتوعك، اليوزر نيم اللي هو ادمن، ده اليوزر اللي انت ايه شغال عليه، وبتقول له ساين. خش على السيكوال، بيدخلك على الهوم، ممكن تخش على الورك شيت. هنا ده السكيما اللي انت شغال عليها، تمام، وبيعرض لك التيبلز. انا هنا كنت رافع السكيما بتاعت ال HR، تمام، وتخش مثلا تعمل سلكتها بالشكل ده، تمام، مفيش مشاكل. طيب ده بالنسبة للسيكوال من خلال الايه الويب. طيب لو محتاج تكونكت عليه من خلال السيكوال بس مسطبه عندك اللي هو الكلاينت، بتدخل على الادمنستريشن وبتداونلود الكلاينت كريدنشال واليت، تديله بقى الباسورد، طبعا برضو ممكن تخش على الدوكيومنتيشن تشوف هو ازاي بيكونكت. لو جيت دخلت على الدوكيومنتيشن هنا اباوت، هنا كونكت اوتونوموس داتابيز يوزنج كلاينت ابلكيشن، كونكت من خلال السيكوال ديفلوبر، طيب بعد طبعا ما بتنزل credentials تقول نيو كونكشن. و بس طبعا هنا SQL ديفلوبر 18 واعلى، تمام، على حسب فيرجن معين، يعني لازم يكون فيرجن حديث عشان تقدر تكونكت على الايه الكلاود. طيب خلينا نجرب كده، هتقول له نيو، انا طبعا الفيرجن اللي عندي اخر فيرجن من SQL ديفلوبر اللي هو 19. طيب تقول له نيو، وهتختار من هنا بقى الايه الطيب، طبعا هتديله اليوزر نيم اللي هو ادمن والباسورد. طيب هنا الكونكشن تايب بتختار كلاود واليت، طيب هو المفروض هنا بيقول لك ال جي تي كي فيه مشكلة. طيب هو المفروض ان هو هيفتح معاك الكونفيجريشن فايل بالشكل ده، هتختار الفايل اللي انت عامله داونلود، و لو في كي ستور هتديله الكي ستور، مفيش، تمام، وبعد كده هتختار الايه الفايل بالشكل ده. طيب عشان ما نطولش عن كده، ان شاء الله نكمل في المحاضرة الجاية. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.